مشاهدنا الكرام، في الفقرة النقاشية لهذا الصباح نناقش موضوع أسلوب الحلف بالطلاق، هل هو امتهان بحق الزوجة أم بعقد الزواج؟ وأصبحت كلمة حرام طلاق وعلي الطلاق وطلاق بالثلاث وغيرها من الألفاظ على ألسنة الكثير من المتزوجين. من الأسف أو من المؤسف بأنه حتى العزاب والأطفال يحلفون بالطلاق، فربما قد يعتادون عليها ولا يستطيعون التخلي عنها. تماما، رغم أن الحلف بالطلاق لأمور تافهة ليس فيها هزل أو مزح، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد. أليس هذا الحلف يعتبر استهزاء بالعقد الشرعي؟ هذا ما سنعرفه اليوم مع ضيفتنا عبر الأقمار الصناعية الباحثة القانونية الأستاذة بسيمة الشرعبي. أهلا بك يا أستاذة بسيمة. أهلا بكم. يا مرحبا فيك ست بسيمة. بداية ست بسيمة، معلش، الآن الحلفان بالطلاق هل أصبح ظاهرة مجتمعية مستشرقة في مجتمعنا اليمني أم عادة ذميمة ويمكن تغييرها برفع الوعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أشكركم لاستضافتي لهذا الموضوع، لاعتبار أن هذا الموضوع من المواضيع التي تفشت في المجتمع بشكل لا نستطيع ان نحن نقول بانه عاده، الا انه اصبح ظاهره. هو ظاهره مجتمعيه ليس فقط في اليمن، وانما نلحظ ونراه ونسمعه في كثير من المجتمعات العربيه والاسلاميه. ايضا هل يمكن تغيير هذه الظاهره ايضا الان اوساط المتزوجين؟ هو ليس فقط في، كما قلت، ليس في وسط المتزوجين، وإنما أصبحنا نراه ونسمعه حتى بين الأطفال وغير المتزوجين، وهذا ما جعله يكون ظاهرة مجتمعية. استطاعتنا نغيره هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى وعي وإلى ثقافة مجتمعية وإلى تفعيل دورنا نحن كمجتمع وكقانونيين وكباحثين وكدعاة وكل أطراف المجتمع. يفترض أن تقف يدا بيد إلى تغيير هذه الظاهرة المجتمعية. لكن بداية أنا أحب أعرف ما هو الحلف بالطلاق أو ما هو المقصود بالحلف بالطلاق. المقصود بالحلف بالطلاق هو الحث، التأكيد على شيء أو الحث على شيء أو المنع من شيء. مثلا كان يقول الزوج لزوجته علي الطلاق ما تخرجين، هذا يعتبر حلف بالطلاق، لأنه في فرق بين الحلف بالطلاق وبين تعليق الطلاق. لو قال إن خرجت فأنت طلق فهذا تعليق، أما لو قال علي الطلاق ما تخرجي فهذا يعتبر حلف بالطلاق. والحلف بالطلاق طبعا من الأمور المنهي عنها والمحرمة شرعا، وأقدر أقول بأنه من المحرم ومنهي عنه، لقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. واعتبار المجتمع بأن هذا حلف وهذا الحلف منهي عنه، حتى وإن اعتبره حلف فهذا حلف منهي عنه. لأن الحلف مقصود به تعظيم الحالف للمحلوف به. نعم. أستاذة بسيمة، يعني برأيك ما هي الأسباب التي قد تدفع كثير من الرجال في وقتنا الراهن إلى الحلف المتكرر بالطلاق لأمور تافهة أو لأمور جدية؟ الأسباب كثيرة المجتمعية، الأسباب المجتمعية كثيرة اللي جعلهم أنهم يعتادون على هذا الحلف بالطلاق. نرى كثير من المتزوجين وغير المتزوجين، الأطفال والصغار، يحلفون بهذا الحلف. قد يكون أول سبب أو من الأسباب التعود على هذا الحلف واعتباره كيمين. أيضا ممكن نقول بأنه من قلة الوعي وقلة الثقافة. أيضا ممكن نقول من الأسباب أنه التنشئة المجتمعية الخاطئة والتقليد الخاطئ والأعمى وعدم استشعار أن اليمين محرم، أنه من اليمين المحرم، قلة الوازع الديني وقلة المعرفة الدينية. أيضا من الأسباب ممكن بأنه كسبب رئيسي، ممكن نقول عنه أنه سبب رئيسي، استشعار الحالف بأن الطلاق شيء عظيم فيحلف بهذا الحلف من أجل تأكيد كلامه. فبهذا أصبح بين أوساط الرجال يعتقدون بأنهم عندما يحلف بالطلاق بأنه سيصدق أكثر لاستشعاره بعظمة هذا الطلاق، أو يمكن لاستهزاءه بالعلاقة الزوجية واستهزاءه بالزوجة والعلاقات الأسرية. تماما، والعظيمة إلى الله. من الأسباب ممكن نقول بأنه التسلط الذكوري. نعم.
طيب يعني لما نتكلم ست بسيمة عن ظاهرة مستشرة إذا في كل أوساط المجتمع بين الصغار وبين الكبر ما فيش فئة عمرية حتى بتحكم هذه الظاهرة، فهل يعتد القانون الإسلامي وقانوننا المدني بحلف الزوج بالطلاق في حالة مثلا المثل اللي حضرتك تكلمت عنه أنه حلف على زوجته بعدم خروجها من المنزل وخرجت، يعني هل مثلا حلف هل يعتبر هذا الحلف يعتد به في القانون؟ وأيضا إذا كان في جمعة مع أصدقائه وحلف على حساب فاتورة ما ولم يحاسب؟ نعم يعتد به بالقانون، بالقانون إذا حلف الزوج على زوجته بأن لا تخرج وخرجت فيعتد به بالقانون، قانون وشرع فيعتد به في المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية اليمني يعتد به، لكن في القانون هنا يرجع إلى نية الزوج، فإذا ما كان نيته به إيقاع الطلاق فيقع الطلاق به، وإن لم يكن ينوي إيقاع الطلاق فيحلف أنه ما كان ينوي به إيقاع الطلاق وإنما كان يقصد به اليمين فيؤخذ به الكفارة. في هناك اشتراطات قانونية جدية وحازمة، يعني خلاص إذا القانون يعني حطها أنه خلاص إذا الشخص هذا أو الرجل هذا قال لزوجته أنت طالق معناته أنه خلاص طلقها للنهاية، ما هي هذه الشروط القانونية؟ في صيغ قانونيه معينه للاعتداد بان هذا الطلاق طلاق، فمثلا في الحلف بالطلاق لا يعتد طلاقا حسب ما جاء في القانون اليمني وليس حسب ما جاء في بعض جماهير الفقهاء او بعض المذاهب الفقهيه، فمثلا في بعض المذاهب الفقهيه كالمالكيه يقولون بان الحلف بالطلاق نافذ يعتبر طلاق، بينما الاشتراطات في عندنا في القانون اليمني لاعتبار بان الحلف بالطلاق يعتبر طلاق، هذه الاشتراطات واحد أنه يصدر أو يثبت صدور هذا الحلف من الزوج وثبوت قيام الزوجية، أيضا الشرط الثاني أنه يقر هذا الزوج بأن هذا اليمين أو بأن هذا الحلف كان قاصد به الطلاق، أما إن لم يكن قاصد به الطلاق فقلنا كما سبق بأنه يجب عليه الكفارة. نعم ست بسيمة، يعني يمكن سؤال يطرح نفسه، كيف يمكن أن يؤثر كثرة حلفان الزوج بالطلاق على الحياة الزوجية بالذات إذا الزوجة اعتبرت أن هذا امتهان في حقها وتقليل من شأنها؟ من الطبيعي أنه بيؤثر وبيتكون العلاقة بين الزوجين متزعزعة، ما عادت الزوجة تثق في هذا الزوج أو أيضا ما عادت تحس بالأمان في وجود هذا الزوج، تحس بأن في أي وقت وفي أي لحظة ممكن أنه يرمي عليها من الطلاق، دام أنه أصبح الطلاق عنده شيء سهل وبسيط ويتعامل معه في أموره العادية، بالتالي تتفكك الأسرة وتتفكك العلاقة الزوجية، أيضا حينا الأهل تدخلون في هذا الموضوع إذا ما شعروا بأن هذا الزوج كثير الحلف بالطلاق وكثير الاستهزاء في هذه العلاقة الزوجية فيضطروا إلى إنهاء هذه العلاقة الزوجية. ست بسيمة، على سيرة إنهاء العلاقة الزوجية، يعني الكثير انتشرت يعني مؤخرا ظاهرة الطلاق بسبب المشاكل بين الزوجين وعدم فهم الزوجة لزوجها، يعني لو تخبري أو تقولي للمرأة تحديدا كيف يمكن أن تتعامل مع زوجها اللي هو يعني كثير الحلف بالطلاق دائما لأي أمور كانت؟ أولاً يقع على عاتق الزوجة الواعية والمثقفة أن تسعى بطرق ودية أولاً لإنهاء هذا أو للحد من هذا الظاهرة، أولاً بأن تذكره بأن هذا الحلف محرم وبأن هذا الحلف ممكن يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية، إذا لم يكف عن هذا الحلف باليمين فيجب عليها لزاماً بأنها تمتنع عنه حتى يؤدي الكفارة، وإلا فإنها آثمة هي وهو، فإذا امتنعت عنه حتى يؤدي الكفارة فهنا بيكون رادع وبيكف، وأعتقد وأجزم بهذا بأنه بيكف إذا ما دفع الكفارة على كل يمين حلفه، فبالتالي بيكف عن الحلف بالطلاق. نعم ست بسيمة، كنت من شوية بتتكلمي عن حكم أو كيف يعتد القانون بالطلاق المعلق وبالطلاق أيضا اللي هو تأم عندما يحلف عليها أنه إذا خرجتي من البيت أنت طالق وحرام وطلق ما تخرجي من البيت، معلش إذا ممكن تكملي حضرتك عن الطلاق المعلق. هذا ما كنت من أود أن أنوه عليه من بداية الحلقة. تفضلي.
الحلف بالطلاق أن يقول أن يحث الزوج زوجته على شيء أو يمنعها من شيء، أو يحلف على تصديقه بشيء أو منعه من شيء. مثلا كان يقول لزوجته علي الطلاق ما تخرجي، أو يقول لصاحبه علي الطلاق أنك اليوم معزوم عندي. هذا يعتبر حلف بالطلاق. بينما الطلق المعلق كان يقول لزوجته إن خرجتي فأنت طالق، أو يقول لها إن جاء شهر إن مثلا قال لها إن لم تعملي غدا شيء معين فأنت طالق. هذا يعتبر تعليق بالطلاق. أيوة، فهنا في فرق بين الصيغتين. الصيغة الأولى تعتبر حلف بالطلاق، والصيغة الثانية تعتبر تعليق للطلاق. فالطلاق المعلق في القانون اليمني في المادة 65 يأخذ برأي جمهور الفقهاء، يقول بأن هذا طلاق نافذ متى ما تحقق الشرط. ست بسيمة، يعني إذا قام الزوج برمي الطلاق على زوجته لأمور تافهة كما ذكرتي الآن، يعني ممكن إنه يعني ما تكونش في نيته إنه فعلا حابب إنه يطلقه، فمجرد حلف باللسان فقط، يعني هل يحتسب طلاق فعلا؟ الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد كما أشرت في بداية الحلقة. وإذا ما قال لها أنت طالق أو قال لها بأي عبارة أخرى بقصد أو بغير قصد، بخلاف فقط الحلف باليمين اللي احنا نتكلم عنه، لأن الحلف باليمين ما كانت كأنه اعتبرها حلف وليس كيمين كصيغة طلاق. أما صيغة الطلاق إن قال لها أنت طالق حتى وإن كان عن طريق المزح، حتى وإن كانت كتابة أو شفاهة أو حتى وإن كانت إشارة، ويعتبر بها طلاق، فهي تعتبر طلاق وطلاق نافذ. نعم. طيب إذا لما نكون أمام ظاهرة مستشرية في أوساط المجتمع ست بسيمة، كيف يمكن معالجتها من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الاجتماعية؟ من الناحية القانونية يفترض أنه تفعيل دور القضاء بمتابعة الحالف باليمين في أداء الكفارة. فإذا ما استطاع القضاء تفعيل دوره بإلزام الشخص أو الحالف بالطلاق بدفع الكفارة، فهنا بتكون رادع قوي، أيضا بتكون من المعالجات. بينما من أيضا في كمان في القانون في رأي فقهي يقول بأن المفترض أنه يكون هذا الحلف بالطلاق طلاق على رأي المالكية، وكان لا أقدر أقول أنه يفترض على القانون اليمني أنه يأخذ به، لأنه كظاهرة مجتمعية ما بنقدرش بسرعة أن احنا نعالج، لكن نبدأ بمعالجات أولية، وبعدين ترجع المعالجة القانونية أنه يعتد بهذا الحلف بالطلاق كأنه طلاق نافذ على رأي المالكية. لكن من الناحية الاجتماعية ممكن يكون في عدد من المعالجات، فممكن احنا نفعل دور الأسرة، دور المجتمع، دور المدرسة، أيضا دور المؤسسات الحكومية والغير حكومية ومنظمة المجتمع المدني لمعالجة مثل هذه الظاهرة. فنبدأ من الأسرة بحث الأطفال وتنشئة الأطفال على عدم الحلف بالطلاق، أيضا التزام الأب بنفسه بأنه يكون قدوة لأبنائه بحيث أنه ما يحلفش بالطلاق على أي صغيرة أو كبيرة، وبهذا بيكون الأب قدوة للأبناء، لأنه أحيانا من الأسباب تكون التقليد الأعمى وحب ظهور الذات، وافتكر الأب أنه مثل ما أبوه بيكون يقول كده فهو بيعمل زيه. فهنا المفترض بأن الأب يكون قدوة لأبنائه. أيضا معاقبة الأب أو الأسرة لأبنائها عند الحلف بالطلاق من أجل يتنشأ الأطفال تنشئة صحيحة معتادة على الحلف بالله أو ليصمت. أيضا يجب على المدرسة، وكأن المدرسة هي المربي الثاني، فيجب على المعلمين والمعلمات وأيضا على وزارة التربية والتعليم تضمين هذا كدرس في دروس في المناهج الدراسية، وتنشئة الأطفال على هذا على الحلف بالله فقط، والتنويه إلى خطورة الحلف بالطلاق على كل صغيرة وكبيرة. أيضا يجب على وزارة الأوقاف بتعميمها على المساجد وأئمة المساجد والدعاء كونهم أيضا جناح آخر في المجتمع. أيضا يجب على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إقامة بعض البرامج التثقيفية والتوعوية والنشرات حث المجتمع على عدم تفشي هذه الظاهرة بالتنويه على سلبيات أو خطورة مثل هذا الحلف بالطلاق على الأسرة وعلى العلاقات الزوجية وعلى المجتمع بشكل عام.
نعم. وإظهار أيضا الإيجابيات الكثيرة لبقاء الأسرة مترابطة متماسكة وعدم الطلاق. نعم ست بسمة، يعني وصلنا معك إلى ختام هذه الفقرة، يعني كانت فقرة جميلة جدا، وأيضا الموضوع مهم جدا للكثير من الأسر في هذه الأيام. وشكرا لك الأستاذة بسيمة الشرعبي، وأنت الباحثة القانونية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا لكم.